صباح الفل يا بناتي عسليات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم نونة من قناة عالم نونة او نونس وورلد. وزي ما قلنا القناة بتقدم ريفيوهات وكلام كتير جدا عن الميك اب وعن افكار وعن الماسكات وعن اي حاجة احنا بنحب نتكلم فيها كبنات وكستات. والنهاردة هتكلم في موضوع حلو جدا وكان انطلب مني وحبيت فعلا ان انا اقدمه لكم، لان في بنات مننا كتير جدا عايزين يعرفوا هو ميك اب المبتدئات، او لو انتي ما عمركيش حطيتي ميك اب خالص ايه اللي انتي تجيبيه وايه اللي انتي تعمليه. في نصيحتين احب اقولها لاي واحده هتبتدي تحط ميك اب ما كانتش بتحط قبل كده. اول حاجه وهي ثانيه واحده بس عند المفرش اول حاجه وهي انك ما تجيبيش حاجه غاليه اوفر، ما تجيبيش ماركات عاليه اوفر، لان انت لسه ما عندكيش الخبره في تحديد ايه الفاونديشن اللي يلائم وشك وايه اللون اللي يلائم وشك. فما تجيبيش حاجه وفي الاخر تطلع مش مناسبه ليكي، فحرام تبقي دفعتي فيها فلوس كتير. بس طبعا ده ما يمنعش ان احنا نجيب حاجه موثوقه ولكن مش غاليه اوفر. يعني تاني حاجة ان انتي ما تحطيش حاجات حادة، يعني مثلا مش تبتدي بالايلاينر. انتي اول مرة تحطي ميك اب ما ينفعش تبتدي برسم الايلاينر او ترسمي الحواجب بلون غامق او لون قوي. ما تحطيش الروج الاحمر لان اوريدي انتي الناس واخدة على شكلك من غير ميك اب خالص. فلما تبتدي تحطي ميك اب لازم تبتدي تحطي الالوان الهادية السامبل اللي هي النيود علشان خاطر الناس ما تستغربش شكلك. وبعدين مرة في مرة تبتدي انتي يبقى عندك خبرة اكتر في اختيار الالوان واختيار كل حاجة تناسبك. مبدئيا كده اول حاجة، ودي المفروض ملهاش علاقة بالميك اب خالص، قبل اي حاجة بنبدأ بيها هي الترطيب. في الكريمات المرطبة مفيش انسب من كريمات نيفيا. انا بحب الكريم ده جدا لان هو خفيف ومستو ان هو بيوحد لون البشرة زي ما انتم شايفين كده مكتوب عليه فيتامين اي اند باري اكستراكتس والاول سكين تايبس. يعني لو بشرتك جافه دهنيه مختلطه هيبقى معاكي حلو جدا. وسعره كويس مش غالي، مش زي الكريمات الغاليه، وينفع نهار وليل فحلو قوي. هو ما فيهوش اس بي اف، بس انت تعرفي تستعمليه مثلا نهار مع ميك اب يكون فيه اس بي اف او قبل سان بلوك. فانا بنصح بيه جدا. اول خطوه تبتدي بيها هي الترطيب. بعد كده الخطوة التانية وهي انك تحطي الكريم سواء فاونديشن او بي بي كريم. عندكو الكريم ده مناسب جدا 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 برضو للمبتدئات. ليه؟ لانه خفيف وينفع تفرديه بايدك. في ميزات كتيرة جدا، ان هو بي بي في زي كونسيلر كده ان هو بيداري بيحاول يداري اي عيوب وبيداري اي احمرار. لو فيها هالات هتحطيه على وشك كله هيداريها وبينور الوش كده. وينفع طبعا لاستخدام النهار لانه فيه اس بي اف 15 وهو بيدوم لمدة 24 ساعة او بيدي هايدريشن لمدة 24 ساعة. طبعا في كوكو من ده مفيش حاجة بتقعد 24 ساعة، لكن هو ممتاز جدا لو انت هتحطيه يوميا على وشك. بيدي تغطية متوسطة الى خفيفة، فبرضه مش هيخلي شكل وشك لونه مختلف، يعني مش هيبقى شكله اوفر. ودرجاته انا شايفة الدرجة المناسبة هي 33 او 32 بالنسبة لنا احنا. سعره برضه مناسب، بس بظبط الفوكس عشان الدرجة تبان. سعره مناسب جدا للبنات اللي في مصر. انا اشتريته من مزايا كان ب200 جنيه وكان عليه اوفر كمان خدته ب160، فانصح بيه جدا 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 لو انت لسه مبتدئه. كمان مش هتحتاجي له بيوتي بلندر، بس لو عندك بيوتي بلندر برضو هيبقى حلو معاكي جدا. بعد ما فردنا كل الكريمه على وشنا هيجي الكونسيلر. الكونسيلر فيت مي، انا شايفاه الصراحه من الكونسيلرز المناسبه للاستخدام اليومي. تغطيته متوسطه برضو. انت بالنسبة لانك واحدة اول مرة بتحط ميك اب، فانت عايزة حاجة تكون تغطيتها متوسطة ما تخليش شكلك مختلف، ما تغيرش من شكلك. فانا شايفة ان فيت مي مناسب جدا مع الكريم ده او مع المبتدئات، لانه كمان انا بحب قوي استعمله على كامل وشي. يعني احيانا ممكن تحطيه على كامل وشك لو انت مش عايزة تحطي ده تحطي البورجوا
وعايزه بس تستخدمي المرطب، ممكن تحطي الكونسيلر ده بس ان انتي تديري لو عايزه مثلا تفتحي شويه تحت عينك، لو في غمقان حوالين فمك، اي عيوب عايزه تداريها وما تداريهاش قوي، يعني يكون انتي بتحسني شكل بشرتك لكن مش بتداري عيوبها 100%. الكونسيلر ده ممتاز كمان للبشره كلها، انا عاده بحب استعمله كده. بعد ما حطينا الكونسيلر وحطينا السي سي كريم، هيجي التثبيت. التثبيت هيكون بطريقتين، يا اما البريست باودر دي من ريمال، هي درجتها 001 ترانسبيرنت. الباودر دي مشهورة جدا ومن احسن الباودرز المضغوطة اللي انا جربتها، اللي هي ما بتديكيش تغطية ولكن بتخلي شكل الفينش بتاع الميك اب بتاعك حلو. يعني دي مش تديكي تغطيه، مش تقيله، خفيفه جدا جدا، وخاصه تحت العين ممتازه ممتازه، هتديكي فينش كويس، هتشيل اي شكل دهني، هتخلي شكل وشك مات، ولكن مش هتديكي تغطيه. اوكي، اما لو مش بتحبي البريست باودر فانت عندك الباودر دي من اماندا، ممتازه جدا جدا، وهي اسمها نيود لوك. هي طبعا عشان مرايه مش باينه، هي عكس الضوء. دي من اماندا، اسمها نيود لوك، دي رقم 3، بس في بيقولوا رقم 1 احسن وتناسب كل السكين تونز او تناسب كل الوان البشره، او شوفوا انهي فيها اللي موجود، بس انا ما لقيتش غير دي. بس طبعا انت هتروحي وتشوفي ايه انهي درجه مناسبه ليكي. دي انا بفضلها جدا وسعرها مناسب جدا، 80 جنيه، هي حجمها صغير بس برضو من النوع اللي انت تحطي منها على وشك هتلاقيها اديت كفرج بس مش عالي. لتحت العين مش ممتازه قوي، بس انا انصحك بس ان انت لو تحت عينك جاف هتاخدي بس مسحه صغيره منها خفيفه جدا جدا وتحطيه على وشك. طبعا هتجيبي الفرشة بتاعت الباودر، فرش الباودر او فرش الميك اب دي انت ممكن تشتريها ست على بعضه وتجيبيه. دي فرش الباودر يا بنات، دي طبعا انا مستخدمة فمعلش هي باينة بس مستخدمة. دي فرشة الباودر لكامل الوش، ودي فرشة الباودر لتحت العين، ودي تنفع الهايلايتر وكذا حاجة تانية، يعني انا بحب استخدمها للهايلايتر وللباودر. دول شكل الفرشتين، انتوا ممكن تجيبوا نفس الشكل ده اي ماركة، لازم تكون واحدة صغيرة لتحت العين ودي لبقية الوش. اوكي، بعد ما حطينا الحاجات دي كلها وثبتناها، هيجي وقت في بنات تحب تحط فاونديشن الاول، في بنات سوري تحط اي شادو الاول، في بنات تحب تحط البلاشر الاول. انا هقول لكم انا بحب اعمل ايه الاول. انا بحب ابدا بعيني، فللعين احنا برضو مش محتاجين حاجات كتير، اهم حاجه تكون الالوان، الاي شادو هاديه وتكون مناسبه لدرجه بشرتنا. فانت مش هتحتاجي حاجات كتير خالص، انت هتحتاجي عندك، انا عندي 2 باليتس دول للاستخدام اليومي. دي اسمها اسنس ان لاف وذ روز، اعتقد اسمها هابيلي ايفر افتر، مش عايزه اقلبها بس اسمها هابيلي ايفر افتر. دي ممتازه جدا وكل الوانها هاديه ورقيقه زي ما انتم شايفين، عشان كده ما كنتش عايزه اقلبها، عشان زي ما حكيت لكم عنها قبل كده دي مشكلتها كان في ريفيو اسنس. دي كل الوانها كده هاديه ورقيقه، في شيمري، الشيمري بتاعها خفيف يعني مش قوي، مش جليتري جامد، والمات بتاعها برضو حلو جدا. دي انصح بيها، يعني برضو ما تبتديش بماركات غاليه، اسنس اختيار ممتاز للمبتدئات. عندكم دي برضو كنت جايباها من محل اسمه مامسو، ده محل كده صيني هنا بس بيبيع ماركات برضو ميك اب حلوه وسعرها رخيص. دي برضو الالوان اللي انا انصحك تبدأي بيها كاي شادو. في اختيار تاني وهما التو بلاشرز دول من اسنس، انا هتكلم عنهم في البلاشر بس برضو انت ممكن لو عندك بلاشر درجته نيود او درجته محايدة تقدر ان انت تحطيه كاي شادو عادي، انا بفضل ده الصراحة وبعمل كده. اوكي، بعد ما حطينا الاي